لان الجراف في كل مكان. اهلا وسهلا بكم في الحياه حلوه. الحياه لازم تكون حلوه دايما، طول ما احنا بنستضيف مطربين جمال، وطول ما احنا هنستضيف ملحنين وعازفين جيتار كمان، يبقى الحياه حلوه. والنهارده بقى الحياه احلى واحلى مع ضيفنا الجميل. ضيفنا يا ترى هو مين؟ هو عازف جيتار، بدأ عزف الجيتار وهو عنده 12 سنه، وكمان هو عضو نقابة المهن الموسيقية. ومش كده بس، هو بيعزف أصعب مقطوعات وأصعب مقامات. طيب إيه رأيكم بقى لو عرفنا هو بيعزف على آلة إيه؟ أكيد فهمتوا من كلامي، بيعزف على آلة الجيتار. من أصعب المقامات اللي بترفضها الآلة دي هو مقام الرد. مقام الرد، أيوه مقام الرد. ويمكن الناس اللي فاهمة دلوقتي عارفة إن صعب أوي يتعزف على آلة الجيتار، لكن ضيفنا النهاردة ما شاء الله بيقدر يعزف أصعب المقامات، متمكن من العزف. ضيفنا إنسان بمعنى الكلمة، ضيفنا هو عزفه اللي بيطرب الأذان. طب إيه رأيكم بقى لو طلعنا نشوف مين هو ضيفنا وبعدين نبدأ حديثنا معاه؟ خليكم معايا ما تمشوش.